جميعهم تأكدوا دون أدنى شك أو التباس أن الدولة السورية استعملت السلاح الكيماوي، وكلهم عندهم إثباتات ابتداء من كيري وكاميرون وأردوغان وبيريز ونتنياهو وحمد وسعود للعرعور والأسير وصبرة وغليون والجولاني، كلهم متأكدون، كما تأكدوا من أسلحة الدمار الشامل في العراق، وكلهم خائفون على سوريا، وهم نفسهم خائفون من الحرب الأهلية ومن تقسيم سوريا، وعلى الأقليات خائفون أيضا. مهما كذبتم ومهما فبركتم كل هذا لا يعنينا، أمر واحد هو المهم، إيمان الشعب السوري وجيشه العظيم المرابط على كل الجبهات لحماية الوطن والشعب. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور بسام أبو عبد الله، مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، يعني في الحقيقة فيما يتعلق بملف، يعني أن سوريا استخدمت أم لم تستخدم أسلحة كيميائية، يعني هذه التذبذبات ما بين التأكيد والتراجع ومن ثم التأكيد، هل هي للضغط على سوريا في أو على روسيا ربما من أجل كسب ورقة تفاوض، من أجل كسب وقت معين لأمر معين، يعني حتى ولو يتحدثون عن الإثباتات، اللجنة التي كانت قالت بأنه، يعني دانتي كانت في اللجنة وقالت بأنه الواضح والمؤشرات تدل على أن العصابات الإرهابية هي التي استعملت السلاح. أوباما قال بأنه استعمل في سوريا من قبل النظام أسلحة ثم تراجع وقال لم تستعمل الأسلحة في سوريا، يعني هذا الأخذ والرد في هذا الموضوع ما الغاية منه؟ لماذا هكذا يتصرفون؟ يعني خلينا نقول أولا هي أحد أدوات الضغط، ونرجع شوي لورا لما قال الرئيس أوباما أنه إذا استخدم النظام في سوريا سلاحا كيميائيا فهذا سيكون خط أحمر، يعني هو حط خط أحمر. الأدوات اللي عم تشتغل بسوريا اللي هي أجهزة مخابرات أو دول متضررة من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بدأت تعمل على هذا الملف، وطالما أوباما قال هيك بدنا نجر لأوباما أو للولايات المتحدة للتدخل في الشأن السوري، خلينا نشتغل على الموضوع الكيميائي. فلاحظنا كيف الروايات بدأت تتتالى، تارة يقول مين الأطراف اللي كانت تحكي عن موضوع الكيميائي، لاحظنا فرنسا بريطانيا اللي هن نفسهم كانوا عم يحكوا عن موضوع التسليح في سوريا، لاحظنا في حديث تركي، لاحظنا في حديث إسرائيلي، هي الأطراف اللي بدها لا تريد حل وتريد للأزمة السورية أن تستمر. والأمر بعدين ظهر في تصريح الحقيقة لمدير مكتب كولين باول اللي كان رئيس أركان الجيوش الأمريكية واللي كان وزير خارجية أمريكا الأسبق معروف، يعني قال أن إسرائيل هي التي فبركت الموضوع الكيميائي في سوريا وقدمت أدلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ذلك. هلا هذا الكلام نشر بصحيفة إسرائيلية ثم عتم عليه عالميا، هذا الكلام لم يتم الحديث عنه. الآن كل ما هنالك لا يوجد حقيقة إلا حادثة واحدة وقعت في منطقة خان العسل، والسوريون تصرفوا، هم فوجئوا أولا تم استخدام هذا السلاح، ذهب أولا هناك أدلة كثيرة على الجهة التي قامت بهذا العمل، فوجئوا هم بأن السوريين تعاملوا أولا أظهروا هذا الحادث، ثانيا مباشرة سوريا تعاملت بأن طلبت قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وطلبت بالتحقيق. هلا في حال التحقيق في هذه الحادثة هذا الأمر سيثبت تورط جماعات الإرهابية المسلحة في استخدام هذا السلاح من ناحية، وسيورط الدول التي تدعم هذه الجماعات ويحملها مسؤوليات من ناحية القانون الدولي. لذلك ما الذي فعلته فرنسا وبريطانيا؟ عندما أرسل الأمين العام بانكي موافق على اللجنة في البداية ثم بتدخل بريطاني أمريكي وأعتقد فرنسي أيضا قال أن اللجنة يجب أن نوسعها، لدينا بعض الأدلة، هلا هو لا يوجد إلا أدلة على منطقة واحدة. إذا لدينا معلومات، لا يوجد حقيقة لديهم أي دليل على الإطلاق، وكل هذا مجرد هراء وكلام. إذا من حيث المعنى العام نفهم أن هذا الموضوع سيستمر استخدامه كأداة ضغط، كورقة ضغط، أولا للضغط على الرئيس أوباما وإدارة أوباما من ناحية، لأن مقاربة أوباما أصبحت أكثر وضوحا فيما يتعلق بشأنه، هو لا يريد التدخل. القوى الإقليمية وخاصة إسرائيل تريد تويط الولايات المتحدة في الشأن السوري، ليس لأن أمريكا، بشان ما حدا يفهم أنه أمريكا والله هي جمعية خير، ولكن أمريكا مقارباتها لديها مصالح مع روسيا، لديها مصالح دولية، وجدت أنها فشلت فشلا حقيقا في الداخل السوري، لا يوجد حقيقة نتائج تستطيع الولايات المتحدة أن تستند إليها. فبقي موضوع الكيماوي، وآخر المدعين كان رئيس وزراء تركيا أردوغان
ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو. والطريف في الأمر أنه هناك كما قيل يعني روت وسائل الإعلام أنه في جرحى أخذوهم على مشافي تركية فعملوا لهم تحاليل وكذا ما طلع شيء، طلبوا أخذهم إلى المشافي العسكرية، المشافي العسكرية بتحليل الدم طلع معهم أنه والله في آثار لموتمة لكنها لا تصل إلى حد الدليل. فهذه قضية لا يوجد حقيقة دليل، هذا واحد. اثنين، لماذا يستخدم كيميائي؟ امبارح أحد الأقنية الفضائية بعتقد قناة العربية تحدثت عن 100 رأس كيميائي، 100 رأس كيميائي كان ما ضل ولا يعني ولا مواطن سويسري. السلاح الكيميائي قضية لا يمكن إخفائها، هذا واحد. اثنين، لها تداعيات على البيئة. ثلاثة، إلى يعني أنا بيجي والله بدمر البيئة وبدمر الزراعة وبدمر المياه وبدمر كذا بشام شو بشام عصابات إرهابية، ما في حاجة أصلا للكيميائي يعني. ولذلك هن مجرد ورقة ضغط سيستمرون باستعمالها، ولاحظي كل ما همد القصة بيردوا بيطلعوا فيها ليزيدوا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو يقدموا لها أدلة إنه لا في دليل آخر. الآخر مرة قالوا رئيس أوباما كلام مضحك، حتى كان مجال سخية في وسائل الإعلام الأمريكية عندما قال لدينا دليل لكن لا نعرف لا الفاعل ولا المكان ولا الزمان. إذا لم تعرف الفاعل ولا المكان ولا الزمان كيف يمكن أن يكون هناك دليل على ذلك؟ إذا أنا بتقديري الشخصي أن التحدي الآن، البارحة سوريا أعلنت على لسان دكتور بشار جعفر أنه نحن مستعدين نستقبل اللجنة لكن في هذه الحادثة، لأنه لا نريد أن تشكل هذه الحادثة موضوع السلاح الكيميائي جسر من يعني أجل العودة إلى قصة أسلحة الدمار الشامل. يعني أليس هناك خوف على سوريا من تكرار العملية التي حدثت في العراق؟ اللجنة التي طلبت من سوريا، سوريا قدمت شكوى، مهمة اللجنة هي في منطقة محددة، هناك أناس عليهم أن يتأكدوا من هذه الحادثة. أما أنه نفتح والله فرجونا هذا المكان ودخلونا المكان، هي مسألة صعبة ولا أن تسمح فيها السلطات السورية. فإذا وهل ستقبل بها الولايات المتحدة أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة؟ حتى الآن لا، اللجنة كما يقال موجودة في قبرص، لكن سوريا لن تقبل إلا بموجب الشكوى التي تقدمت بها، وهي مكان محدد، منطقة خان العسل. وهذا الأمر أيضا أضيف إلى ذلك تطور الأخير ما قالته السيدة ديل بونتي وهي رئيسة لجنة التحقيق، قالت أن الجماعات المسلحة التي استخدمت السلاح الكيميائي، وهذا الأمر أيضا شكل ضربة قاصمة لموضوع فرضية استخدام السلاح الكيميائي، وأسقط ورقة هامة من أيدي هذه القوى الأقليمية وحتى الدولية. في نقطة كمان مهمة، أنه بلقاء كيري لافروف بدنا ننتبه للشغلة، أنه الطرفان اتفقا على أن تقوم أجهزة المخابرات في البلدين بالتأكد من صحة هذه الإذاعات، وبالتالي تم إخراج كل القوى الأخرى التي تحاول اللعب بهذا البلاء. نعم، يعني بكل تأكيد خلال تحرير الجيش العربي السوري للمناطق التي يتواجد فيها مسلحون وإرهابيون، وتحديدا المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة، دائما ترتكب مجازر من قبل هذه الجهة لاتهام النظام بأنه هو الذي يرتكب هذه الجرائم. يعني إلى متى سيقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي متفرج على ما يحدث في الداخل السوري من مجازر؟ وأيضا أحد هذه المجازر هي استعمال الكيماوي في خان العسل، يعني لمجرد إلصاقها بالنظام في سوريا، يعني أين الاهتمام بحرمة الدم السوري؟ أليس الدم السوري غالي؟ يعني لماذا الاستمرار والإغال في هذا الإطار؟ هلا خلينا نقول شو في مفهوم المجتمع الدولي أنه يكون حريص على الدم السوري، لم يكن في تاريخ الصراعات في العالم وفي المنطقة، وخاصة خلينا نقول أين المجتمع الدولي من قضية الشعب الفلسطيني؟ ما في مجتمع دولي. يعني نحن كما يقال نتعامل مع المنظمات الدولية بحكم أنها أمر واقع وليس لأنها تمثل العدالة الدولية. في فرق بين ما أنه أنا مقتنع بهذه المنظمة الدولية، ولكن بين أنه تمثل توازن قوى في العالم، وهذا حققوا المنتصرين بالحرب العالمية الثانية وأخذوا حق النقد لديه وظلوا يتحكمون. في التسعينات تحولت الأمم المتحدة بعد يعني سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد في موازن آخر في العالم، اختل التوازن الدولي وتحولت أمريكا، حولت الأمم المتحدة إلى مجرد يعني من يعني مثل حامل الصنبة بيصدق لها القرارات والأماكن التي تريد التدخل فيها تحت اسم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الآن هناك جهود دولية لإعادة التوازن بهذه، ولكن هذا جهد كبير. هلا لو سألنا أنه لماذا لم يهتم المجتمع الدولي، المجتمع الدولي أو الدول بشكل عام تبحث عن مصالحها، لا أحد يهتم بكم قتل في سوريا أو كم جرح، هذه مسألة يتاجرون بها الجانب الإنساني. خلينا نحكي بموضوع مثلا المهجرين السوريين، مين من العالم اهتم بالجانب الإنساني؟ عم بحكي بغض النظر عن وجهة نظر سياسي، إذا في أطفال في نساء، ما عم بحكي هون من يؤيدون أو يعارضون، هذه مسألة إنسانية لا علاقة لها. كم قدم لهؤلاء؟ لا شيء. أقيم مؤتمر مانحين وحضر رؤساء جمهورية ووزراء، لم يقدم شيء على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة. إذا هم يريدون استخدام الجانب الإنساني من أجل تحقيق أغراض سياسية، هذا الأمر واضح لدى
رجب طيب أردوغان واضح لدى بعض الأطراف، بعض دول الجوار، كله عم بيتاجر في القضية الإنسانية. أنا بدي أوصل الناس لنقطة كثير مهمة. في جورج فريدمان وهو كبير الباحثين في معهد ستراتفورد في الولايات المتحدة، وهذا المعهد قريب من السي آي إيه حتى نكون واقعيين، ما الذي قاله آخر مرة؟ حكى كتب مقال عن مفهوم التدخليين في الولايات المتحدة، من يدعم التدخل مثل جون ماكين وبعض أعضاء الكونغرس واللوبيات، ومن هو ضد التدخل. ثم في النهاية يختم المقال، وهذا هو جوهر القضية، أنه لماذا على الولايات المتحدة أن تكون مهتمة بالدم السوري أكثر من السوريين أنفسهم؟ هذا السؤال اللي لازم نطرحه نحن على نفسنا أو على من يدعون أو عم بيدعوا أنه المعارضة وأنهم يريدون الخير للناس. كيف يمكن للولايات المتحدة أو لفرنسا أو لبريطانيا أو لأي دولة في العالم أن تكون حريصة على السوري أكثر من حرصي أنا كسوري على دم السوريين؟ وهذا السؤال الجوهري اللي لازم نطرحه الكل. لذلك لما نطرح كلمة مجتمع دولي، يعني ما في حاجة برأيي أنا، ما حدا بيقلع شو كل واحد غير بإيدي. بعتقد لن يكون هناك أكثر من السوريين حرصا لا على مستقبلهم ولا على دمهم ولا على أناسهم. ولذلك أنا اللي بتمنى من كل السوريين أنه نحن يجب أن نكون حريصين على أنفسنا، لأنه لا إمكانية لأن نجد هذا الحرص. الآخرين جالسين ببيوتهم مرتاحين، يعني سواء كان في فرنسا ولا ببريطانيا ولا بأي دولة. طيب دكتور بسام، يعني انطلاقا من بكل تأكيد عدم حرص أي جهة دولية على حرمة الدم السوري، يعني إلصاق كل الجرائم لمجرد اتهام النظام، كل هذه الأشياء، المعارضة أو ما المعارضة المسلحة كما يسمونها، العصابات الإرهابية المسلحة في الداخل السوري يوم عن يوم يزيد تسليحها، يزيد إعطاءها من الأسلحة المتطورة والنوعية. يعني وأنت تلاحظ كيف على الأرض هم يعني يوما عن يوم يمتلكون أسلحة متطورة أكثر من التي كانت سابقة معهم. السؤال الذي يطرح نفسه، سوريا دائما أو الدولة السورية أو الجيش العربي السوري دائما حريص على استعمال سلاح لا يضر بالمدنيين، وهذا ما أعطى الفرصة الكبيرة للجماعات الإرهابية المسلحة ولجبهة النصرة من أجل التغلغل بين الأماكن السكنية التي يقطن فيها المدنيين. يعني إلى متى سنظل نحن كجيش عربي سوري نستعمل هذه الأسلحة التي نطارد بها الإرهابيين في الأماكن السكنية، يعني دون الحصول على نتائج حقيقية على الأرض؟ لا، خليني أقول لك في نتائج. وما هي الطريقة يعني المثلى من أجل القضاء على هذا الإرهاب؟ أولاً شوفي، التعامل مع الإرهاب هو عملية معقدة وشاقة، هذا واحد. اثنين، الجيش العربي السوري لجأ لطريقة أخرى. سابقاً حتى السيد الرئيس بشار الأسد قال في آخر حديث له الإخبارية أن سابقاً نحن حرصاً على أنه خلينا نقول حرصاً على الدم، كان يترك لهم منافذ يطلعوا منها. هذول اعتقدوا أنفسهم بأنه يعني هن قادرين على أنه هذا ضعف من الدولة وضعف من الجيش، وبأنه وكان الحرص هو على الدم السوري، على الدم السوري على الأقل السوريين منهم، والحرص على إيجاد مخرج سياسي. بعض القوى كانت تعتقد بأنه هذا ضعف، وبالرغم من أنه العمل المسلح الآن نحن في مرحلة أخرى تماماً. الآن خلينا نقول موضوع القصير هو الموضوع الاستراتيجي الأكثر أهمية الذي الآن يشغل بال الجميع في دول العالم. هلا ليش القصير؟ لأنه على ما يبدو هناك في المدينة كان قيادة عمليات مهمة وغرف عمليات، وقيل عن شخصيات موجودة أجنبية ومن دول عربية ومن دول خليجية، لا ندري من هناك. ولذلك أنت لاحظي كيف الصوت كله بلش يطلع في عواء خلينا نسميه بالعالم، كأنهم أصيبوا بهستيريا لما بدأ الجيش العربي السوري يتقدم بتلك المناطق، تسقط قرية أخرى، والآن المدينة قاب قوسين أو أدنى من السقوط. هلا هذا يقطع طريق الإمداد الرئيسي في لبنان، يقطع طرق الإمداد من الغوطة وتواصلها، كل هذا ثم يحولها إلى جزر معزولة. وهلأ في مؤشرات على بدء تسليم في ناس مسلحين بشكل واضح. هلأ علاج هذه القضية ليست عملية كما يقال كبسة زر. هلأ أنا أدرك أن الناس عانوا، وأنا أدرك أن هناك خسائر مادية، ولكن نحن في معركة، صدقيني، كل هذا العالم الذي نراه ينتقل من مكان إلى آخر بشأن المسألة السورية، هذه معركة مفصلية. هلأ هذه المعركة المفصلية شو نتائجها، شو عنوانها؟ صار واضح عنوانها فلسطين، يهودية الدولة الإسرائيلية، يهودية إسرائيل، وعنوانها تبادل الأراضي اللي شفناه وبيع القضية الفلسطينية. ولذلك الآن بنفهم كل إنسان لماذا أبعدت سوريا من الجامعة العربية. أبعدت ليس من أجل تسليم فقط موضوع المقعد، أنه والله يسلموا الائتلاف أو جهة معارضة، لكن لأن سوريا هي عضو في لجنة المبادرة العربية، وليس بالإمكان في ظل وجود سوريا في هذه اللجنة أن يذهب حمد بن جاسم ويفاوض جون كيري بوجود جو بايدن نائب رئيس أمريكا ويتحدثوا عن موضوع إيجاد حل القضية الفلسطينية. كيف الحل بده يكون؟ والله أنتم يا فلسطين نعطيكم شوية إمكانيات اقتصادية،
بعدين بنعمل حدود 67 ولكن نعمل تبادل اراضي. والصفع اجتهم ثاني يوم من نتنياهو نفس الشيء، لم يقبل بهذا الحل، قال لهم مطلوب من العرب ان تعترفوا بيهودية الدولة. طب لما بنيجي نحن نحكي بيهودية الدولة، كثير ناس ما بيعرفوا شو معنى يهودية الدولة. معنى يهودية الدولة انه الفلسطينيين 48 اللي هن موجودين واللي هن قبلوا اخذوا خلينا نقول جنسية اسرائيلية ومعهم هوية اسرائيلية، مع ذلك لم يعودوا مقبولين. يعني بدنا نخلعهم من هدول، بدنا نحطهم اما بامتداد بكونفدرالية مع الاردن او بدنا نلاقي لهم مكان اخر يسكنوا فيه. وهذه الدولة يجب ان تكون دولة يهودية. وجود الاعتراف بيهودية الدولة يعني يجب الاعتراف بدولات اخرى في المنطقة، بمعنى دولة سنية وشيعية. ولذلك هذا الناس يجب ان تفهم لماذا تقسم المنطقة من اجل تبرير يهودية الدولة. هلا البعض بيقول لك انه هذا سيحل مشكلة اليهود اللي كانت بالحرب العالمية الثانية. طيب يهودية الدولة ماذا سيكون لها تداعيات في المنطقة؟ تداعيات خطيرة للغاية. كيف يمكن ان انا اخذ انسان اباؤه واجداده عايشين في هذه المنطقة؟ القضية ليست في المال وليست في البعد الاقتصادي. الارض لا تثمن كثيرين. الغرب هلا بيخرب انه شو المشكله، يعني انت اذا اعطيتك انا مليون دولار حملت حالك وطلعت عشت في مكان اخر. هذه ارض جزر، الانسان مرتبط بارتباطه بالارض وبالوطن، ما هو ارتباط مادي فقط انه ليش ليس في فندق، هو يمكن ان ينقل من فندق الى اخر الى فندق افضل. يعني هو يعيش بارض بتاريخ بجذور باجداده بالاف السنين، فكيف ممكن هذا الامر يتصوره البعض؟ حمد بن جاسم بيتصوره لانه هو لا وطن عنده ولا شيء، هو عنده مال ويعمل بزنس مان، ولذلك ذهب وبدا يفاوض على عقارات، هو معطيكم هي الارض ومع تباطل الاراضي ومع ذلك لن يتحقق شيء. الاسرائيليون لا يفهموا الا بلغه واحده هي لغه المقاومه، وثبت عبر تاريخها بسرعه لن يستفيد اولئك الواهمون الذين يعتقدون انهم سيحصلوا على شيء، لن يحصلوا على شيء على الاطلاق. نتنياهو ثاني يوم رفض المبادره، ثم اكثر من ذلك هناك عمليات قرار ببناء 269 وحده استيطانيه، ومن ثم هناك ترحيل لأهلنا الفلسطينيين في منطقة النقب أيضا. إذا هناك عملية تجريف للسكان بشكل كامل. هذا الأمر سيحدث على مناطق أخرى كمان، ممكن بيقول لك الجولان أيضا إسرائيلي وهكذا. إذا الأمر لن ينتهي، هناك حل واحد فقط يجعلهم يحسبون أو يعدون حتى ما هو موضوع المقاومة. وسيعود الفلسطيني إلى هذه القضية، لأن الشعب الفلسطيني ليست قضية أن هذا التنظيم السياسي يأخذه إلى هذا الحل السياسي أو ذاك. غيرهم قبلهم جرب. قضية فلسطين أكبر من ذلك كثير. لذلك الصراع، موضوع سوريا ليس موضوع فقط نظام سياسي، إنه والله شو شكل النظام السياسي اللي بدنا إياه، هل بدنا ديمقراطية ولا حريات؟ هذا أمر مطلوب منا كلنا، ولكن الهدف الاستراتيجي الأساسي هو هذا الموضوع. إضعاف سوريا، إضعاف الجيش السوري، تدمير الدولة السورية من أجل شو؟ من أجل أن يكون في هناك إمكانية. فما الذي عناها السيد الرئيس عندما تحدث لصحيفة الأخبار منذ أيام قليلة وقال بأن السوري الشعب السوري كله سيتحول إلى يعني مقاومة؟ يعني هلا ثقافة المقاومة هي موجودة لدى الشعب السوري، والشعب السوري كان تاريخيا شعب مقاوم. يعني احنا عودي تاريخيا الشيخ عز الدين قسام خرج من سوريا، كل تاريخ سوريا هو تاريخ مقاومة. الآن يجب أن نرتب أوراقنا وأمورنا واقتصادنا وكل أمورنا على أساس هذه الثقافة، ثقافة المقاومة. ثقافة المقاومة لا تعني فقط حمل السلاح، الإعلام جزء، التربية جزء، التعليم جزء، الخطاب الديني جزء، ترتيب أمورنا أولوياتنا كلها يجب أن ولكن لماذا هناك من خاف بالداخل السوري من عدم رد سوريا السريع الواضح على الضربة العسكرية الإسرائيلية لبعض مواقع الجيش؟ تماما. الكثيرون، شوفي التعامل في العاطفة، كان في هناك تيارين. التيار الأول من باب العاطفة والكرامة الوطنية، وهذا حق كل إنسان يعني، ولكن في ظل لعبة الاستراتيجية الكبيرة القضايا الكبرى لا تحل برد الفعل. والبعض أزعجته كلمة أنه سنرد في التوقيت والمكان، هذه الكلمة لم تعد السوريين ما عادوا كثير حبوا هذه الكلمة. البعض كيف شاف البيان الحكومي، هذه مسألة أخرى. ولكن أنا بتقديري الرد ليست قضية خليني أقول لك يعني انفعال عاطفي أنه أنا برد. كل رد له تداعيات له احتمالات، لدينا وضع داخلي، نحن لدينا هدف استراتيجي. عندما نكافح هؤلاء الإرهابيين نحن نضرب أدوات إسرائيل في الداخل. هؤلاء أدوات إسرائيل، وأصبح الأمر واضح بدليل أنه بعد الغارة شفنا في تكبير، وشفنا في ناس عم تشيل، وشفنا في أطراف للأسف في العالم العربي مبسوطة في الضربة الإسرائيلية. إذا إسرائيل تستطيع في أي لحظة أن تضرب مواقع في الداخل السوري ونحن نرد عليها في الداخل؟ يعني لا 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 أقول لك شو القصة. نحن لدينا وضع داخلي، لا ما كنا نحن نرد في الداخل. البعض كان يتهمنا انه انتم، البعض يتهم انه انتم شاطرين على شعبكم، منكم شاطرين على اسرائيل. هي اللعبه وهذا كيف بدي لك، هي اللغه اللي هذه لعبه استراتيجيه. خليني لك
لأن احنا لما دعمنا المقاومة عبر سنوات ما شكلنا معادل استراتيجي، وباعتراف الجميع صار في معادل استراتيجي في فلسطين، صار في معادل استراتيجي بالمقاومة، وهي أكلت 25 سنة. يعني هذا الصراع ما هو محسوب على فعله وفعل هلا، مو هي مثل ما بيقولوا ملاكمة، يعني هذه تسجل بالنقاط، وهذا عمل تراكمي. الآن هل يستطيع أحد، والكيان الصهيوني يتحدث عن حزب الله كما كان يتحدث قبل سنوات؟ لا، بالتأكيد لا. هناك قدرات هائلة أصبحت متراكمة لدى المقاومة، قدرات ليس فقط عسكرية، وقدرات إعلامية وتعليمية، وقدرات تكنولوجية، وأصبح يمتلك إمكانات هائلة. البارحة صحيفة إسرائيلية تتحدث، إسرائيل تودي عن إمكانات حزب الله الهائلة، والإسرائيلي بدأ يصدق ويقول أنه عندما يتحدث السيد حسن نصر الله ويسبقه الرئيس بشار الأسد فعلينا أن نتعامل مع ذلك بجدية وبصدق. فإذا الكلام ليس مبنيا هذا. وتتذكرين قبل سنوات كان السيد الرئيس بشار الأسد يتحدث عن المقاومة الشعبية، وقال سيأتي الزمن الذي الآن هم الذين هيئوا لنا بها من خلال هذه الحرب. الآن الظروف مهيئة، أولا منطقة فضل اشتباك خلينا نحكيها بالجولان هن اللي أخلوا في هذا الاتفاق، شو هي ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية، أدخلوا جبهة النصرة، شنوا أكثر من غارة خلال السنوات الماضية من عام 2007 حتى الآن. هذا السياج هم الذين أخلوا، إذن نحن في حل من أي اتفاق دولي، وبالتالي سنحول هذه الجبهة كلها امتداداتها، هي لأنه الجبهة مو بس مجرد تواصل مباشر، في إلى امتدادات باتجاه الأردن ثم باتجاه لبنان. إذن أنت عم توسع جبهة المقاومة بهذا الاتجاه، والآن بتحولي أنظار، مو اللي بده يجاهد ويقاوم هي عدوك الإسرائيلي تفضل شوي، أنت بتحولي هذه الطاقات باتجاه مقاومة حقيقية تستطيع أن تحقق. هل نستطيع أن ننجح في هذا الإطار؟ طبعاً. هل نستطيع أن نحول من يحاربون في الداخل الدولة والجيش العربي السوري إلى ذلك المكان؟ إذا كانوا سوريين صادقين ولديهم فعلا طموح لشوسهم فهي الجبهة، هذا عدوكم الأساسي، عدوكم مو ابن بلدكم. إذا كانوا صادقين في ذلك هذا عدوهم. طبعا تستطيع تحول كل الاتجاه باتجاه آخر، لأنه فعلا المطلوب كان بالمنطقة شو هو؟ يعني طيلة هالسنوات هو تحويل بوصلة تبعنا من أنه إسرائيل هي عدونا الأساسي إلى أنه نكون طوائف متعادية، إلى أنه نكون إيران هي العدو، إلى أنه نكون حزب الله هو العدو، إلى أنه يعني يصير عملية ضرب لأبناء الشعب الواحد والشعوب العربية بعض البعض. لكن لاحظي مؤشر آخر أنه بدأ يظهر. هلا كنا نلاحظ رد الفعل بالشارع العربي شوي أقل، ما هيك من فترة. امبارح باليمن كان مثلا كان يطلع 500 إلى 1000 واحد، مزبوط؟ امبارح ما شاهدتي باليمن كم كان عدد المتظاهرين؟ عم نحكي عن عشرات الآلاف. بمصر صار بدأ تحول واضح، عم نحكي بتونس كمان عم تحكي عن عشرات الآلاف، بالعراق صار رد فعل واضح، بالجزائر، بالسودان. لذلك هم يخشون من موضوع الأزمة السورية، إنه إذا سوريا استطاعت أن، وإن شاء الله نحن استطعنا وتجاوزنا مرحلة كبيرة، هذا الأمر سيكون له ارتدادات، في ارتدادات هائلة مثل الزلزال. هذه الارتدادات على مين بدها ترتد؟ على هؤلاء الحكام الذين كانوا ينادون بالجهاد تجاه الشام كما يسمونها، تجاه السوريين، قتل السوريين، في حين أنهم ذهبوا إلى نيويورك ليفاوضوا الإسرائيلي ويعتبروا بيهود الدولة. اللي قالوا سماحة السيد حسن نصر الله مؤخرا كلام مهم جدا للغاية، هؤلاء يعتبرون القضية الفلسطينية قضية عبء تاريخي، جماعة بدهم يخلصوا. وجود مقاومة هذا الأمر شو بيخليهم بحالة أنه شعوبهم ستسألهم يا أخي هي حزب الله، هي سوريا، بده يعطوهم نماذج موجودة. إن كانوا يعتمدوا على شو دائما يعني كأجيال كانوا يقولون أنه أخي إسرائيل قضاء وقدر، قدرات صعب تتفوق عليه، فلماذا تحسب إسرائيل ألف حساب الآن لأي احتكاك بحزب الله؟ وتحسب ألف حساب هلا بوضع سوريا، بدك تقول لي مثلا استهداف، هن الأول ضربوا خارج الأجواء السورية وهذا الأمر وارد، لكن ماذا لو ردت سوريا؟ وهذا اقتضى في تلك الليلة اتصالات بين الرئيس بوتين ورئيس أوباما، وكان هناك اتصالات يعني فقط لضبط رد الفعل السوري، يعني بمعنى أنه الطلب من السوريين ضبط النفس. هلا نحن شو الإجراءات الردود الاستراتيجية المهمة للتغذية؟ أولا صار في أمر، وهذا الأمر على الإعلام، أي الآن غارة إسرائيلية سيعني أوتوماتيكيا ضرب أهداف إسرائيل. هناك من يقول بأن الروسي ضحك علينا، يعني ومتص اللحظة الأولى لعدم رد سوريا، ومن ثم بناء على ما سيتم كان الاتفاق عليه ما بين الولايات المتحدة وروسيا، وبعدين غيرت أمريكا تصريحاتها. يعني لا هذا الكلام كلام، دعنا نتحدث عن هذا الموضوع، لكن بعد أن أتوقف مع فاصل قصير ثم نعود دكتور بسام. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور يؤكد أن القرارات التي كانت تتخذ في الجامعة العربية حول سوريا كانت معدة سلفاً عبر جهات عربية
اتخذت موقفا واضحا ضد سوريا منذ البداية وكانت تقر دون نقاشات إعادة الأمن والاستقرار إلى أوتستراد دمشق درعا وبلدات بريف حماة والقضاء على أعداد من الإرهابيين في أرياف دمشق وإدلب وحلب. الجيش اللبناني يوقف 591 شخصا لارتكابهم جرائم مختلفة. مصرع 6 أشخاص بينهم 3 قتلوا في تفجير إرهابي بصهريج مفخخ في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقي. 50 قتيلا و100 جريح بانفجار سيارتين مفخختين في الريحانية جنوب تركيا. مقتل 11 شخصا جراء انفجار بالقرب من مركز اقتراع في كراتشي في باكستان. وفي أمريكا إخلاء الجناح الغربي من البيت الأبيض بعد تصاعد دخان كثيف. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور بسام أبو عبد الله مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية. مرحبا مجددا بحضرتك دكتور. دكتور، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه يعني ربما روسيا امتصت اللحظة الأولى من الضربة الإسرائيلية كي لا ترد سوريا على إسرائيل، وربما يكون سبب باشتعال المنطقة ككل، يعني لأنه سبق وتم تصريحات في هذا الإطار سواء من سوريا أو حزب الله أو إيران بأنه في حال اندلعت الحرب بين إسرائيل وجهة معينة سواء كانت سوريا حزب الله إيران فإن المنطقة برمتها الإقليمية ستكون معرضة لهذه الحرب ولضرب مصالحها في المنطقة من قبل الدول المقاومة التي هي سوريا إيران وحزب الله بالنتيجة يعني معهم وحتى العراق. يعني كيف لماذا حدث ما حدث بعد أن يعني أخذت وعد روسيا من سوريا بأنها لن ترد بالطريقة التي افتعلتها الكيان الصهيوني؟ هلا هناك البعض، شوفي هون البعض بيقول إنه الإسرائيلي كان يريد أن يعطل اللقاء الأمريكي الروسي المتوقع، والأمريكي أيضا فوض الإسرائيلي حتى ما نعتبر إنه الولايات المتحدة كأنه طرف خير في هذا الموضوع. فوض الإسرائيلي بتنفيذ الضربة العسكرية كنوع من أنواع الضغط، لأنه كانت العملية، شو الهدف كان العملية الإسرائيلية؟ مو موضوع سلاح حزب الله وتهريبه، وهذا حكي فاضي، لأنه ما بعد حرب تموز 2006 وحتى الآن عدد صواريخ حزب الله هن وفق التقديرات الإسرائيلية زاد مئات الأضعاف. طيب كيف فاتت هاي الصواريخ؟ ليش ما كنتوا سابقا تستخدموا طيرانكم حتى تمنعوا دخول الصواريخ؟ هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. الهدف الحقيقي هو دعم رفع معنويات جماعاتهم الإرهابية المسلحة على الأرض، وهذا الأمر أصبح كان واضح بأنه الهدف من الضربة الإسرائيلية هو دخول مجموعات مسلحة إلى دمشق من خلال بعض الضرب الإسرائيلي، وهذا الأمر سقط وأفشل. إذن وهل كان هو تخفيف حرج على الولايات المتحدة الأمريكية بأن يعني تغير ربما تصريحاتها والاتفاقات التي كانت ستتفق مع روسيا حتى عليها؟ حتى الإسرائيلي كيف تعامل بعض الضرب الآن؟ ما في إعلان رسمي إسرائيلي هن، ولكن هن حسوا بحرج إنه شو اللي نحن اشتغلنا الآن، شو اللي نفذنا؟ فشل أولا عمل مجموعة مسلحة، ما استطاعوا يحققوا شيء كما كان مخطط. اثنين، أصبحنا محرجين. ثلاثة، الرأي العام العربي بدأ يتفاعل باتجاه إيجابي اتجاه سوريا باتجاه آخر تماما. أحرجنا الحكومات العربية، يعني في دول أحرجت، شو بدها تحكي؟ يعني ما الدين العدوان الإسرائيلي ولا شو بدها تحكي؟ إذا الحكومة المصرية طلبت من حزب الحرية والعدالة اللي هو حزب الإخوان المسلمين أنه هو دين، الحكومة السعودية طلبت الدين ولو كان على ببيان علني. فشو بدهم يعملوا؟ الجامعة العربية بدها تطرد الدين، الجامعة العربية اللي أمرت بالتسليح في سوريا بدها تطرد الدين العدوان الإسرائيلي، لأنه الأمور أصبحت مكشوفة. لم يعد بإمكان أحد ألا يقول أن ما يجري في سوريا هو خدمة لإسرائيل. طب هذا واحد. طب شو رد أنا حتى أفشل هذه العملية اللي كان بالأساس؟ أولاً إنه والله الروس ضحكوا علينا، هذا كلام سذج أو هذا كلام مغرضين. يعني العلاقة علاقة استراتيجية، نحن عم نحكي عن استراتيجية لخليني أقول لك لمنظومة جديدة دولية. وبالتالي لما بيجي السيد بقدانوف بيلتقي بسماحة السيد حسن نصر الله في ويصور اللقاء علناً، هذا مو جاي يعني لحتى يشرب فنجان قهوة في لبنان. وقبل بيوم بيتغدى مع نواب حزب الله في البرلمان اللبناني غداء بالضاحية الجنوبية بشكل علني. هذا مو إشارة إلى أنه الروس جايين والله يتسلوا أو أنه جايين يضحكوا على فلان، لا، هذا موضوع آخر. طب بالمقابل كان شو منسمي لقاءات الروسية بفرنسا بريطانيا أمريكا؟ في محور أساسي في المنطقة أثبت قوته ووجوده اللي هو محور المقاومة، وهذا المحور لم يستطيعوا، كل ما يجري في المنطقة ضد سوريا هو من أجل تدمير هذا المحور، وهذا واضح. الأمريكي ما أخفى هدفه،
مو هدفه هو والله بناء ديمقراطية، يعني هاي اللغة صارت ممجوجة ولا حدا مفكر فيها أصلا. والولايات المتحدة أصلا لم تكن داعمة للديمقراطيات في العالم، هذا كذبة كبرى هي. لما الناس تعتقد أنه أمريكا هي والله داعمة، أمريكا ليست دولة ديمقراطية، حتى الناس تفهم ليست دولة ديمقراطية. أمريكا دولة ديكتاتورية رأس المال، ما في شيء اسمه في أمريكا، ما حدا بيفتح تموني، في نواب أعضاء مجلس، في لوبيات صناعية، في لوبيات مال، في لوبيات عسكرية، هي اللي بتحكم بالولايات المتحدة. والمواطن الأمريكي مغيب، ما له علاقة، والاستعمار هو دينها وبالتالي هن لم يدعموا في طريق حياتهم إلا ديكتاتوريات الولايات المتحدة الأمريكية. عم تحكي عن سلطة، يعني دولة إمبراطورية كبرى تتحكم بالكثير من المفاصل. هلا دور اللوبي اليهودي هون الأساس، لذلك أمريكا لا تفكر في المنطقة إلا بأمن إسرائيل، هي هذا الذي يقلقها أكثر شيء. هلا رد الفعل شو اللي كان هو نحن رد الفعل؟ رد الاستراتيجي الأول قلنا إنه الآن أي اعتداء هو مباشرة استهداف أهداف إسرائيل. شو هي الأهداف؟ هي الأهداف عسكريين بيحددوها في قرار متخذ فيها. طيب الهدف الثاني هو موضوع المقاومة الشعبية. الناس بجوز تأخذ إنه هذا الموضوع مفكرين إنه والله موضوع خليني أقول لك إنه هو موضوع هيك معنوي، لا، هذا موضوع جدي وجدي للغاية. هذا النقطة. النقطة الثالثة أننا إذا كان الهدف كما تعلنون أنتم، يعني الإسرائيلي عم يعلن إنه أنا لن أسمح بإرسال أنواع صواريخ معينة، وعلى فكرة لا بالغارة الأولى ولا بالثانية لا ضربوا صواريخ ولم، يعني حتى أكد لك المعلومات مو صحيح هذا الحكي، لكن سوريا قررت أن تعطي أسلحة كاسرة للتوازن. لما نقول سلاح كاسر للتوازن شو معنى لما كاسر للتوازن؟ يعني إما صواريخ مضادة للطائرات، وهذا الأمر بيعتبر الإسرائيليين سلاح كاسر للتوازن لأنه هنا بتفوقوا بالطائرات، أو أن هناك أنواع صواريخ معينة إلى أهداف بعيدة. وبالتالي هذا يعتبر أن الدولة السورية وسوريا والمقاومة أصبحت هم في الأساس شركاء ودعم، ولكن هلا أصبح هناك نوع من خليني أقول لك الالتصاق العضوي حتى في هذه المعركة المصرية. وبالتالي أصبحت معركة مفتوحة، خلينا نحكي أصبحت الأمور مكشوفة، ما عاد في حاجة نجي يعني خليني أقول لك يعني الناس تضحك على حالها. هناك معسكرين واضحين في المنطقة والعالم، لكن خليني أحكي عن المنطقة. هناك معسكر مقاوم اللي بيعجبه هذا الحكي أهلا وسهلا، ما بيعجبه يصطف، اللي هو بيقرر كيف يقول أين يجب أن يكون، وهذا المحور المقاوم موجود على الأرض وهو الذي يحارب، وبالتالي من حق هذا المحور أن يستخدم كل أدواته. ولا الدور الإيراني كان واضح لما بيقول لك دور إيران، طبعا نحن نتحالف مع إيران، نحن حلفنا مع إيران قديم، وهذا الحلف أنت شيء جديد في المنطقة. طيب من هو الحلف الآخر؟ أنت تطلع الحلف الآخر هو يعمل لدى الولايات المتحدة وينسخ مع إسرائيل علنا وسرا. عم نحكي عن قطر، عم نحكي عن بعض أطراف بالسعودية، عم نحكي عن تركيا اللي أعادت علاقاتها ركض ليعيد علاقاته مع إسرائيل. إذن القضية هي إذن محور مقاوم لا يريد القبول بتسويات تطيح بقضية فلسطين وبحق العودة للفلسطينيين، ولا يريد أن يكون تحت إمرة المشروع الصهيوني الأمريكي. هذا هو الصراع الحقيقي، وهذا بيرتبط في قيم، بيرتبط في مبادئ، بيرتبط في شخصيات، بيرتبط في منظومة عسكرية، بيرتبط في منظومة أمنية، بيرتبط في كل هذا متحالف مع بعض البعض، ما في خجل فيه. يعني لما بيطلع بيقول لك والله ناس البعض بيقول لك إنه والله بعض عناصر حزب الله يقاتل معك، إيش هو حزب الله؟ يعني مثل التكفيريين اللي جايبينهم من إسبانيا وجايبينهم من ألمانيا. حزب الله هو جزء من منظومة المنطقة وهو حليف أساسي وهو قوة شريفة مقاومة. أما أنتم ما الذي تفعلونه؟ يعني مثل امبارح الشيخ القرضاوي لما جاي على غزة، انت شو اللي فعلته؟ انت شو اللي قدمته للأمة تبعك لما انت تجلس في مكان ليس بعيدا عن اكبر قواعد عسكرية أمريكية؟ انت شيخ تعتبر نفسك انك نزيه وانك من حقك ان تنظر على الأمة وان تأمر بقتل الناس؟ هذا الكلام انتهى. الهدف كان هو ايقاع الفتنة بين الناس وبين المسلمين وجر الناس باتجاه الغريزة وبالتالي تحويل البوصلة. الان نحن عم نصور بوصلة باتجاه العدو الاساسي اللي هو ما لازم ينساه كل الناس، اللي هو العدو الاسرائيلي. نعم، أيضا يعني دكتور، عندما يقول وزير خارجية لبنان بأن تعليق عضوية سوريا بأنه يعني غير ميثاقي وبأن الجامعة ساهمت في إراقة الدماء، إذا يعني لماذا لبنان ينأى بنفسه عندما يكون لديه مثل هكذا تصريحات؟ يعني ولو أنه منذ البداية، بداية الأزمة، لم يكن لبنان ينأى بنفسه عن الأزمة السورية، بغض النظر طبعا عن المؤامرة على سوريا، بدليل أنه يعني الكثير من الشخصيات الإرهابية دخلت إلى لبنان، الأسلحة دخلت إلى لبنان، هربت إلى الداخل السوري بعتادهم الكامل وبأسلحة نوعية. يعني كيف يمكن أن تتناقض؟ لما نحكي عن لبنان الحقيقة ما فينا نحكي عن دولة قوية، تكون واضحين في هذا الموضوع.
لبنان بلد منقسم، لبنان فيه تيارات سياسية كثيرة، في آراء مختلفة وفي قسم البلد، في قسم تيار أمريكي خليجي معروف هذا القسم يترأسه سعد الحريري ومجموعة ما يسمى بأربع طريق، في تيار آخر علاقته بسوريا والمقاومة بقضية فلسطين بالعودة، هذا الأمر واضح، في انقسام واضح بلبنان، هذا الانقسام حاولوا أن يغطوه بشيء اسمه سياسة النائب النفس، ما في شيء اسمه سياسة النائب النفس، تخيلي أنا والله بال 76 حرب أهلية في لبنان وأنا أقول سوريا ما لي علاقة بسكر حدودي أنا نائب النفس، لا يمكن، هذا ضحك على اللحى، ولذلك هم لا يوجد سياسة نائب النفس منذ البداية، هناك قسم أتى سرا وساهم بالتسليح وبالقتل ومحاولة دعم الجماعات، مو محاولة، دعم الجماعات المسلحة مباشرة بالسلاح وبالمال، وفي قضية نواب لبنانية متورطين في هذه القضية علنا، يا بيخرجوا على الشاشة يا في نواب موجودين كانوا على حدود تركيا مفروزين، بدل ما يشتغلوا في البرلمان اللبناني كانوا قاعدين يشتغلوا بتهريب سلاح وبتهريب مثل ما سموه كان يرسل حرامات، كان رجل حريص على جسمه، وفي رئيس كتلة نيابية موجود بالسعودية، فلبنان يعني لما بنحكي عن لبنان خلينا نحكي عن ما بنحكي عن دولة ذات صاحبة قرار. الوزير عدنان منصور خليني اقول لك بتبعيته او بتبعيته السياسية خلينا نقول هو يتبع لحركة أمل، وبالتالي هو من الطبيعي انه يعني يتحدث يقول الحقيقة، وفي هذا الزمن الذي تقول فيه الرجال هو هذا الكلام قاله في مجلس الجامعة العربية، وليس فقط، وانا انتبهت الى كلامه قال ان بعض الوزراء العرب قالوا انك كنت اشجع منا عندما تحدثت في مجلس وزراء الخارج العرب، يعني هناك دول عربية تعرف انه غير ميثاقي وتعرف ان استهداف سوريا في الجامعة العربية هو عمل نذل وجبان ودنيء ويعرفون كل ذلك، ولكن مضغوط عليهم هم لا يستطيعون ان يفتحوا فمهم، فوجدوا في الوزير عدنان منصور انه عبر عنهم في جلساتهم الخاصة يقول لهم. الدكتور بشار الجعفري اتذكر في احد اللقاءات قال له ان بعض السفراء العرب في الأمم المتحدة هم ضمنيا يقولون لي انكم انتم يعني يحبون سوريا ولكن لا نستطيع ان نفعل شيء، اذا هذه دول ليست سيدة وليست صاحبة قرار للاسف، فموضوع ميثاقية القرار او عدم قطعا لا علاقة له بالميثاق على الاطلاق، لا بالمادة 8 ولا بأي مواد من الميثاق، لأنه الجامعة العربية تحولت، تخيلي أنت أنه تحولت إلى شركة مخصصة لصالح القطريين والسعوديين بمرحلة ما، الآن القطري هو اللي ظاهر، وتحولت إلى أنه تخيلي تشتري أنت رئاسة قمة أو لجنة وزارية، يعني أنه دور بالتسلسل، تخيلي بالأمم المتحدة يتم شراء والدفع، أنه أنا بدل يعني تخيلي قطر من أول أزمة سوريا وهي عم تترأس كل اللجان، بيجي دور فلسطين بتدفع مصاري خلونا المكان، شو هالمنظمة هي الإقليمية التي لا علاقة لها لا بالعرب ولا بالعربة لك ولا بأبسط مبادئ، خليني أقول لك المنظمات الإقليمية أو الدولية، لأنه هي منظمة لا تحترم نفسها، لماذا؟ عندما يكون الصغير زعيما على منظمة مثل خليني أقول لك الجامعة العربية على كل عجرة وبجرة واللي كانت تشكل حد أدنى أو يعني كنا نعتبر حد أدنى من التضامن العربي، بنعم أو بلا، هل صحيح أنه الملف السوري أحيل من قطر إلى السعودية؟ هذه معلومات نشرت في الإعلام. نعم. وبتقديري أن ما تسرب عن هذا الموضوع أن هناك انفعاض كبير، حتى هناك شكاوى من زعماء عرب قابلوا رئيس أوباما من الدور التركي والقطري، ولاحظي أنه قطر تمدمدت كثيرا، يعني من الطبيعي أنه أنت دولة دويلة ماشية كشركة شو بدك تسميها، لكن لا ينطبق عليها مفهوم الدولة، أنه هي تتزعم جامعة عربية، هي تتزعم لجان عربية، هي تروح تفاوض عن فلسطين، يعني هذا منتهى، إذن هذا الموضوع غير مؤكد، منتهى السقوط العربي. لا هلا بعتقد في معلومات كلها إعلامية لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي، لكن نحن بغض النظر سوريا ليست ملفا يبلغ من فلان إلى فلان، يعني ولكن وزير خارجية إنه سوريا نحن لسنا ملف، ما لنا ملف بينتقل من والله فلان إلى فلان، بينتقل من هذا لهذاك لهذاك، لا يهمنا، نحن نتعامل مع أنفسنا، المطلوب نعرف شو المطلوب منا، نعرف كيف نتعامل في أمورنا الداخلية، ونعرف ما الذي يستهدف في سوريا. ولكن عندما يطرح بأنه وزير خارجية تركيا سيزور السعودية قريبا جدا لمناقشة الملف السوري، يعني هذه الدول هل أدركت حقيقة اليوم أنها تآمرت على سوريا وبأنها لن تستطيع تقسيم سوريا؟ السعودية وتركيا يعني السعودية وقطر. شوفي خلينا نحكي عن دور السعودي، خلينا نخلي يعني من الملك، مو موضوع الملك، الآن هناك عملية انتقال داخل السعودية، السعودية وضع في الأساس في أزمة قيادة، وفي تيار كان في المملكة هو اللي قاد في البداية هذا الاتجاه ضد سوريا، موضوع التسليح موضوع هو سعود الفيصل، وقيل أنه بندر بن سلطان، وفي تيار في المملكة، في تيار آخر
ينظر إلى الأمور بطريقة أنه نحن لم نحقق أهداف، نحن دمرنا، القطريون أخذوا كل شيء، وهم في نفس الوقت يتآمرون علينا. في تيار اسمه الصحوة الإسلامية داخل السعودية، وهذا تيار إخوان مسلمين، وبالتالي السعوديين بيخافوا من امتدادات تيارات الإخوان التي تدعمها قطر. فقيل أنه بعد التسميات الجديدة، وهو تسلم الأمير مجرم بن عبد العزيز كنائب ثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، يعني الذي يتوقع أن يكون ملكا على السعودية، في تغييرات واضحة. هذا الأمر كيف انعكس؟ انعكس في لبنان باختيار رئيس وزراء تمام سلام. بتصريحات السفير السعودي اللي كانت يعني ملفتة، بأنه السفارة مفتوحة لحزب الله، نحن ندعو حزب الله ونوابه إلى السعودية، انفتح على العماد ميشيل عون وقال نحن منفتحون على كل أطراف، وهذا لم يكن سابقا. تسمية السيد تمام سلام أيضا يختلف عن سابقا اعتماد آل الحريري كممثلين للسعودية. هل يأس الحريري من أن يكون رئيس الوزراء لبنان لاحقا؟ هذا الموقف السعودي في الداخل، هذا شيء، لأنه مسألة الفتنة حتى في المنطقة هذه ليست يعني في بعض التيارات السعودية بتشوفها، ولكن لا يمكن للسعودية أن تستمر في لعب هذا الدور. السعودية دولة كبرى عربية وإسلامية، لكن قطر دولة خليني أقول لك أكثر، مو أكثر من تابعة، دولة عميلة تافهة كعائلة يعني. كلما بعض البعض، ولذلك لعب الدور تماما. الفرنسيون اكتشفوا أن القطريين عم بيسلحوا مثلا، عم بيمولوا في مالي، وهنا نفسه عم بيمولوا في سوريا، فهذه مسألة لا يستطيع القطريون. ولذلك أنا أتوقع أن هناك دولتين، يعني السعوديين هذا لحظة في صمت سعودي منذ فترة على الشأن السوري، ما عاد طلع تعليق سعودي مباشر على هذه المسألة، والسعوديين عم بيحاولوا يعني يتماشوا مع الرياح الأمريكية اللي باتجاه التحول لإيجاد حل سياسي. في دول عم تحاول تمشي، بقي قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان ما يزالان يعملان عكس التيار، ولسه عم بيحاولوا يصعدوا ويوجدوا ذرائع، ولكن اعتقد انهما يعني دولتين اللي بيدفعوا الثمن في موضوع التسويه هو رجب طيب اردوغان والامير حمد. وقيل انه حتى حمد لما زار رئيس اوباما تبعت كيف كان شكله مثل الذليل وحاسس انه في توجه. طيب انت دوله صغيره دويله، شو مفوتك بلعبة كبيرة لو كان معك المال؟ المال لا يصنع تاريخ، والمال لا يصنع حضارة، والمال لا يصنع مستقبل شعوب. المال ممكن يأذي، ممكن يضر، فيك تستخدم كل شيء، لكن لا يجعلك المال دولة عظمى، يجعلك أن الجميع يمكن أن يضحكوا عليك ويأخذون مالك وينفقون بك لتعتقد أنك أمبراطور هذا العالم. ولكن عندما تعتدي على دولة مثل روسيا الاتحادية مثلا، أنت بتعتدي على السفير الروسي في الدوحة وبترتكب حماقة لا يرتكبها إلا الأحمق، ثم تبدأ بالحديث، حمد بن جاسم يتحدث مع مندوب روسيا في الأمم المتحدة بأنه ويقول له المندوب الروسي آنذاك، قال له عندما كانت البواجة الروسية في الخليج كانت إماراتك تحت الماء ما تزال. ففعلا يعني الواحد رحم الله امرئ عرف حده فوقف عنده. المال مهم ولكنه لا يصنع. الأوروبي شو بيهمه من قطر؟ إذا كان يستطيع أن يسحب مال يسحب مال، الإسباني ولا الفرنسي ولا في أزمة اقتصادية، فإذا شاف واحد مثل أمير قطر يسحب منه مال مستعد يبيعوا تصريحات قد ما بده. لكن حقيقة هم يعرفون أن قطر ليست دولة ولا بمعنى الجغرافيا السياسية. نعم، أيضا يعني أكد مندوب سوريا بأن سوريا مستعدة لاستقبال لجنة تحقيق من أجل التحقيق في استعمال السلاح الكيميائي. ألا تخشى سوريا يعني أن تكون يعني هذه اللجنة التي ربما ستأتي يعني أن تكون تعمل لمصالح لها علاقة بالولايات المتحدة، وبالتالي هناك يكون أوراق تفاوض مختلفة على الأرض؟ نحن في حالة لجنة التحقيق طلبت في حالة واحدة، والسوريين أصروا على أنها حالة خان العسل، يعني لا الحكومة السورية وأعتقد الخارجية السورية لن تسمح باستخدامات هذه اللجنة في أماكن أخرى. ونرجع لقصة أسلحة الدمار الشامل، وهذا الأمر رفضه الروس ورفضه حتى الحكومة السورية رفضت، يعني لا يمكن للجنة التحقيق أن تأتي دون موافقة الحكومة السورية. الحكومة السورية وافقت على استقبال لجنة للتحقيق في هذه المسألة التي تحدثت عنها في خان العسل. يعني كمان نحن ما لنا مثل ما بيقولوا ما لنا نايمين على وداننا، يعني نعرف هذه القضية، وأعتقد أن هذا الموضوع هم فنيون، هلا ضمن هدول الفنيين من في يعمل لمصلحة الولايات المتحدة، هذا أمر كمان نحن ما لنا نايمين يعني مثل ما بيقولوا. لكن هو المطلوب التحقيق في هذه الحادثة التي تحدثت عنها السيدة ديل بونتي. نعم. وتصريحها كان مهم جدا. هلا حوادث أخرى طالما لا يوجد دليل، يعني هلا أنت في الحالة هي ليش جاي لجنة التحقيق؟ لأن هناك شكوى رسمية من الحكومة السورية بأدلة. لما في أطراف أخرى بتقول لك والله في دليل، شمينا ريحة طلع بهذا البيت، هذا مو دليل وهذا مو كلام جدي يستطيع التعويل عليه بتحقيق دولي. أيضا دكتور بسام، اليوم عندما نرى ليبيا كل يوم مسلحين يحاصرون
وزارة ويقتلون وزراء ويقيلون وزراء، يعينون وزراء آخرين بدالهم ويعينون مجالس محلية. هل هذا هو المطلوب لسوريا، غياب الدولة وحكمها من قبل العصابات؟ طبعاً هو هذا المطلوب. هلا في المناطق، خلينا ناخذ المناطق اللي خارج عن سيطرة الدولة بالقرب من حدود تركيا، نفس النمط الليبي، وكان المطلوب مشروع ليبي هو بالنسبة. طب هل يعلم من يقف إلى اليوم إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة في الداخل السوري أن بلده قادم على مثل هكذا أمر؟ هلا هو شوف، لا سمح الله، مزاج الرأي العام، مزاج الرأي العام في سوء تغيير. الناس اللي موجودة في مناطق وجود مسلحين أحيانا تكون إما بسبب، خلينا نقول بسبب ضغط المسلحين، بسبب إجرامهم، بسبب كذا. نشأ الطبقة، هؤلاء أصبحوا مستفيدين من ما يسمى في حالة مالية، وهم في الأساس ليسوا أولئك الناس الذين يكونوا مثقفين ولا متعلمين ولا كذا، فهم اعتمدوا على أناس في الشارع لا وزن لهم. الآن النموذج الليبي، دعينا نحاجج الآن هذا الغرب الذي قال أن هناك ديكتاتورية معمر القذافي رحمه الله، وأتى هو ليزيل الغبن عن الشعب الليبي ويخلق حالة ديمقراطية. أين الحالة الديمقراطية الآن لو سألنا ساركوزي أو الناتو أو سألنا الدول الغربية؟ هناك حالة تشرذم، تشتت في البلاد، تدمير لها، تحولت إلى مرتع للأسلحة للجماعات التكفيرية. وشو رأيك بكرة كل واحد ما عجبه والله وزير بيجيب دوشكا وبيجي على وزارة؟ هذا هو النموذج الذي يريدونه لهذه المنطقة. لذلك موضوع ربيع والعربي، هذا خلينا نشيب هذه الكلمة، ندعس عليها ونقول أن المطلوب كان تدمير هذه المنطقة، تدمير أضمتها، إنهاء موضوع الدولة المركزية. هذا مشروع عم ينشغل عليه ليس فقط في سوريا، كان عم ينشغل عليه لتحويل العالم إلى إمارات، خليني أقول دويلات صغيرة يستطيع رأس المال العالمي في ظل العالم أن يتحكم فيها. أنت في ظل العالم مثلا الاتحاد الأوروبي عم يتقارب مع بعضه، طيب ليش روسيا دولة كبرى، الصين، طيب ليش بهذه المنطقة مطلوب منا أن نتحول إلى دويلات وأقاليم صغيرة وإلى زعماء عصابات وإمارات؟ وليش الفدرالية مطلوبة في هذه المنطقة؟ لأنها منطقة ثروات، منطقة عبور هامة، في نفط وفي غاز كثير، ولذلك كيف بدهم يسيطروا؟ غير مسموح لنا، غير مسموح لدول ليست خاضعة للمعسكر الغربي أن تمتلك هذه الثروات. الصراع يتم على جزء كبير منه أيضا في هذه النقطة. لذلك خلي كل مواطن سوري يشوف النموذج الليبي، ما أحلى هذه الديمقراطية في عصر الأمريكي. والظريف الأمر أخت وفاء، إنه الآن الدبلوماسيين الغربيين عم يطلعوا من ليبيا. طيب ما على أساس أنتوا انجزتوا، البريطانيين سحبوا دبلوماسيهم، الأمم المتحدة سحبت دبلوماسيها، طيب ما على أساس أنتوا إنه هي الديمقراطية انجزتوا المهمة وجبتوا للشعب الليبي وعملتوا انتخابات وعملتوا مجلس؟ طيب تبين بأنه هذه سلطة كرتونية لا قيمة لها، وبأنه كل ما انجزتوه صفر. وبالتالي أنا ما أراه أن كل مسؤول غربي شارك في الهجوم على ليبيا يجب أن يبصق في وجهه ويحول إلى محاكم دولية، لأنه وكل من يعتقد أن الغرب سيبني لنا دولة أو مستقبل لشعبنا فهو يجب أن يبصق في وجهه أيضا، لأنه شخص لا يدرك ما الذي يجري وهو يعني يدمر شعبه. لهذا يعني علينا اليوم على الجيش العربي السوري أن يحسم على الأرض، وبأنه لن يكون أحد يقف إلى جانب الدولة السورية إلا أبناء الشعب السوري وإلا الجيش العربي السوري. نحن ليس لنا خيار إلا الانتصار في المعركة على الإرهاب، مو المعركة على سوري آخر. في فرق بين المعركة على الإرهاب. نحن عندنا مسلحين أجانب، جبهة النصر والتنظيمات التكفيرية والشيشانيين بيخطفوا مطرانين عنا، والمخابرات التركية متورطة في أكثر من مجال. طيب كيف نحل هذا الموضوع؟ بتكاتف الجيش والشعب، وبإدراكنا جميعا أن لا مخرج لنا إلا بالدولة، الدولة القوية، خلينا نقول العادلة، اللي لديها نظام سياسي تعددي وديمقراطي وكل ما يريد الناس. لكن بدون الدولة لا يمكن لإنسان أن يحقق شيء. إذا ما في دولة ما في شيء، في فوضى، والفوضى تعني أن الناس بتأكل بعض البعض، وبالتالي سنبقى هكذا. هذا النموذج الليبي نموذجا، مصر في محاولات إضعاف الدولة، تركيا في طريقة للتقسيم، ونفس الشيء يقوم رجب طيب أردوغان بفدرالة الدولة بمعنى إقامة أقاليم حكم ذاتي، وبالتالي تفتيت الخريطة. نرجع لمشروع الشرق الأوسط الكبير اللي خريطته موجودة على هذا. لذلك نحن نواجه، مو نواجه برد الفعل، نحن عم نواجه مشاريع استراتيجية هدفها تفتيت هذه المنطقة، تدميرها وتدمير هويتنا قبل كل شيء. يعني أن نصبح بلا هوية. هلا أحيانا الناس بتقلك والله موضوع العروبة، طيب إذا أنا لم أكن عربيا من أنا؟ خلي كل واحد يسأل نفسه، بالتأكيد لا أنا عربي. هذا بيقول لك سوري، طيب هل تستطيع كسوري أن تعزل نفسك عن محيطك الحيوي والأقليمي، عن الأردن وعن لبنان وعن بلاد الشام وعن
العالم العربي. هذا كلام خلينا نكون واضحين لا يتم التعامل معه بالعصبية أو بمواقف أنظمة حاكمة. سوريا كانت قلب العروبة النابض وستبقى، وبالتالي نحن نبحث عن هويتنا عن جذرنا. يريدون تدمير تماثيل، يريدون تدمير تاريخنا أرثنا هويتنا. مشروع مخيف جدا، ولذلك مواجهته لا تتم بحالة عصبية، بده نفس شوي طويل. وأنا أؤكد الآن أنه نحن تجاوزنا مرحلة أصعب، والآن عم نحقق الانتصارات الهامة جدا اللي عم يحققها الجيش العربي السوري. هلا في دمار، طبعا في دمار، أي معركة ما أنا معركة، أي حروب عالمية هي تخاض على مستوى حرب عالمية. وصدقيني أن التاريخ سيكتب للشعب السوري شيئا لم يكتبه لأي شعب من شعوب المنطقة. هلا في شعوب تحملت كثيرا العدوان عليه، لكن ما وقع على السوريين صدقيني شيء مخيف جدا. خلينا نرجع بس بالتاريخ، لا ظل حرب عالمية، لا ظل محطات فضائية ما نزلوها، لا ظل قتل، لا ظل اغتيال، لا ظل ذبح، لا ظل عقوبات اقتصادية مالية، ضغط على الليرة، تآمر، ارسال مسلحين، عمليات استخباراتية، ما بقي شيء في لدى الغرب. ولذلك هم يشعرون الآن بمرارة كبيرة. انت ما تتخيلي وضع القوى الغربية او القوى الاقليمية الآن. لاحظي الهستيريا، اردوغان بيصرح تصريحات ما بيعرف شو عم يحكي. هذا الرجل يعني وصل لمرحلة انه اصيب بجنون، بيذهب داود اوغلو الى الاردن بيحكي كلمة، بيرد بيروح على السعودية. يعني عم تشوفي حركة مثل الناس اللي كيف بتشوفي بمطبخ الاوتيل كيف راكدين، ما زبطت معهم الطبخة احترقت كلها، واصيبوا بصدمة كبيرة لانهم هم يدركون انهم ادوات، وهذه الادوات عندما ينتهي دورها وتفشل، وهذا ما حدث. الفشل شو سببه؟ الفشل سببه قوة الجيش العربي السوري. نحكي من الاخير، الميدان هو الذي يصنع سياسة، التاريخ لا يكتب الا الاقوياء. لو لم نكن اقوياء كشعب كجيش صدقيني ما حدا يحترمك في هذا العالم. بكل تأكيد. وانا حتى اقول اكثر من هيك، الموقف الروسي بدا يتطور بعد مضي 6 أشهر من الاحداث في سوريا. لماذا؟ لاننا صمدنا الاشهر الستة الاولى، ولذلك نحن ماشيين باتجاه انتصار، وهم يريدون الان ان يلحقوا. هلا البعض بيقول لك انه انتصار على من؟ انا ما بيهمني اقول هلا انه انا هزمت الولايات المتحده او ما هزمت، لست بصدد هذه المصطلحات الكبيره، ولكن هناك هزيمه حقيقيه اصيب بها. هي مؤامره كانت تحاول ان تقسم سوريا على اتحاد. هذا المخطط هلا بالتاكيد ما امامنا في المستقبل هو عمل طويل وشاق وهام على الصعيد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وكذا، ولكن انا على ثقه ان الشعب الذي صمد في هذه المعركه العالميه قادر على ان يتجاوز هذه المرحله. بكل تاكيد اشكرك جزيل الشكر دكتور بسام ابو عبد الله، وحضرتك مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضورك معنا. ختام هذه الحلقه مشاهدينا، بقي ان نترحم على ارواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري يعني ان ينتصر دائما في اداء مهمته على الارض. السلام عليكم ورحمه الله.